باب الاسم الخفي جعله الله بالمغرب لأنه محل الأسرار والكتم، وهو سر لا يعلمه إلا أهل الاختصاص. سر مملكة الأسرار موجود فيما بثه الله تعالى في تربها من أنفاس الصالحين. اختص المغرب بمزيد عناية ربانية من قوى وخواص أودعها الله في هذه الأرض الطيبة. وكل ولي له سر مع الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد. برنامج مغرب الأسرار.